السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المغربي، مرحبا بك. كلام راه معك، هو تحذير هام وعاجل. مرحبا بك. أنا توصلت بواحد الرسالة على واحد من الفيديوهات ديالي الأخيرة التي تتكلم لا للمحتوى المسخ في اليوتيوب المغربي. أخت تقول: أختي شكرا على هذا الفيديو، كيبان لي أن الطريقة المفيدة أكثر هو أن القنوات اللي كتدافع على مبدأ اليوتيوب النظيف والهادف، أنكم تدافعوا على القنوات ذات المحتوى الهادف ونحطوا مقارنة وتحاولوا توعيوا الناس كيفية استنياء القنوات ذات محتوى غير مشرف. فالمزيد من التحدي لمثل هذه التفاهات. شكرا أختي عائشة الوقاري، أنا جد سعيدة بتوصلي بهذه الرسالة، لذلك أنا حاولت اليوم أن أتكلم على موضوع كيف نحارب المحتوى المسخ على اليوتيوب. أولا، عدم الدخول للقنوات التي تعطيك أشياء غير مفيدة بالنسبة لحياتك أنت كشخص، تضيع الوقت ديالك، تعطيك أشياء ممكن أن تخلق لك مشاكل في الحياة ديالك، وتكون عندك المناعة أن ما تخليش ناس أخرين يبقى يقول لك شوف هذاك الفيديو، قالت في هذاك الفيديو، دات في هذاك الفيديو. في الأخير هذا مضيع الوقت لا ليك ولا للناس اللي دايرين بيك ومحتاجين بهذاك الوقت. تاني شيء هو أن هناك قنوات جميلة ورائعة في المغرب، لليوتيوب المغربي، ومنها بالنسبة لي أنا القناة الرسمية لدكتور فايد تي في. ولماذا دكتور فايد؟ دكتور فايد لأنه ما شاء الله إنسان خبير في العلوم التغذية، إنسان عنده معرفة دينية، وكذلك إنسان عنده ثقافة مغربية ديال الأكل. فمن الصعب أن تجد عالم يفهم الدين وكذلك يعرف الثقافة ديال الأكل ديال هذاك الشعب اللي هو غينصحو. فأنا سنقول لكم أن هذه راه واحد اللؤلؤة، الألمازة، شيء غالي جدا باش تلقاه، هذا الانسجام في شخص واحد والمعلومات اللي سيعطيهم والطريقة اللي توصل المعلومة بها والفهم دياله والثقافة المغربية. هذا هو واحد الشيء أنا تنوجد فيه وتنحس فيه أنه خص جميع المغاربة وجميع الناس اللي تتكلموا بهذا اللسان اللي تتكلم به هو أنهم ياخذوا هذه المعلومات دياله، لأن قليل اللي غيعطي الوقت دياله وهو لا يستغل معلومات ولا باش يدير بها شي حاجة وينتفع بها ماديا. بالعكس، هو يقوم بخدمة اجتماعية، وأغلب الناس ما عاطينهاش التقدير اللي تيستحق. فأنا نتمنى حتى واحد ما يرمي هاد اللؤلؤة والألمازة بعدم مشاركة القناة ديالو، يخليها في الحوارات ديالو لما يتكلم على التغذية دائما يرجع ليه ويتكلم الناس كيفاش هو خاد هذيك المعلومة اللي خادها منه. تاني قناة سنتكلم عليها هي إحسان بالعيوش. إحسان بالعيوش هي فتاة جميلة تتعجبني، كمثال لبنت مسلمة محتفظة بالدين ديالها ومتبعاه، وما شاء الله دنيويا كذلك إنسانة مثقفة، الاختيارات ديالها تتبان بنت دارهم. البنت كما يتمنى أي واحد يشوف بنته، ونتمنى إن شاء الله تولي مثال للبنت المسلمة والمرأة المسلمة. نحن بحاجة لهذا المثال، لأننا ما عندناش، ما بقاش عندنا في المجتمع ديالنا بزاف ديال الناس اللي ملتزمين ومثقفين وفيهم هذا الانسجام. ف تنقول لها برافو إحسان بالعيوش. وثالث قناة هي فيصل فلوكس، فيصل فلوكس لأنه إنسان مثقف مربي وتيدينا البلايص سالينا وبدون خروج على الحدود المقبولة اجتماعيا. فنتمنى منكم إن شاء الله تمشوا لهذه القنوات، نخليهم في هذا في
description box اللي تكون تحت من الفيديو، ونتمنىكم تشجعوهم ونتمنىكم تدخلوا لهم باش هادو هما اليوتيوبرز اللي يطلعوا عندنا. وان شاء الله نبقى ندير سلسله من الفيديوهات بحال هكا اللي غنشارك معكم القنوات اللي عجبوني انا من تجربتي انا الخاصه وعلاش عجبوني. فانا نتمنى منكم ان شاء الله انكم تمشيوا لهاد القنوات ولا للمحتوى المسخ الموجود الان في اليوتيوب التوندونس المغربي. فشكرا لمتابعة هذا الفيديو، وإلى لقاء آخر عما قريب إن شاء الله. السلام عليكم إخواني المتتابعين، أتمنى منكم مشاركة تعليقاتكم معي وأي رأي أنا أحترمه مدام أنه يحترم المنطق والأدب الأخلاقي. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركتها مع الأصدقاء والأحباب، وإلى لقاء آخر.